أبوي طبيب، أمي دكتورة ما شاء الله. فأنا وأخوي الحمد لله الله يحفظكم أهلكم يا آمين رب يا والسامعين رب. فتعلمنا أن اللغة اللي كان ممنوع علينا نتكلم مع الوالد إلا باللغة الإنجليزية، لذلك اليوم أنا بالنسبة لي الإنجليش اللغة الإنجليزية mother tongue، لغة الأم بالنسبة لي في عقلي، يعني أنا أفهم، حتى لدرجة وصلت معي مرحلة أنا أفكر باللغة الإنجليزية وأترجم بالعربي، أنت متخيل؟ العكس، عكس اللي يسوون الناس. إيه عكس اللي يسوون الناس. فأحس حتى في لما أنت يكون عندك هذا اللغة الثانية يكون عندك فضول، يكون عندك توسع الأفق، أن يكون عندك فضول، ترى فضول حلو يكون فضول طبعا. أكاديمي يكون عندك تقبل للآخر، تقبل. أنت لست بمعقد عند نقطة واحدة، تتقبل الاختلاف دون خلاف، بالضبط، أتسامح، أتناغم، أتجانس، أتقبل، أحط نفسي بين أتعلم. الناس وأيوة أفرض على نفسي أني أتعلم وأمارس اللغة. الممارسة محتاجة إلى وقت ومحتاجة إلى جهد. صحيح. وأنا دوم أقول إن النجاح جميل وبتوصل، لكن شو الأصعب من النجاح؟ الاستمرارية. الاستمرارية بالفعل. فأنت حط عمرك في مكانة، تحدى نفسك، تعلم اللغة اللي أنت تباها، لا تقول أنا ما أعرف، لا تقول ما في مستحيل، لا تقول لا 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 أنا أفضل حد ثاني ترجم لي، أنت حط عمرك. في اللي يخلي الناس ما تندمج مع الثقافات الخجل. طيب عادي اعطيك مثال حي ومباشر موجود ويانا في الاستديو عن حب التعليم والشغف بالتعلم وما يوقف. شكلك تتكلم عنك. خديجه مبين مبين. خديجه نحن قبل شوي قبل الهواء كنت اقولها انا تعلمت منك شيء، ان العلم والتعلم ما له مرحله معينه. لا. لازم تعلم، لا تستحي. كمل. طبعا دائما قلت انت حفزتيني، فوجب الشكر خديجه. شكرا على الهواكي دكتور عليين. الله يطول عمرك خديجه وتستاهلين. شكرا دكتور. نرجع لموضوعنا اللي هو أهمية المرحلة الأكاديمية للأبناء ومساعدتهم في على التحضير لها، يعني هذه المرحلة الأكاديمية اللي تكون ممكن تكون 4 أو 5 سنوات، كيف يتم التحضير لها؟ شو مميزاتها؟ وشو بتفتح أفق لهذا الطالب؟ جميل. أنا بنتي دانا الله يحفظها آمين درست في أمريكا، أنا كنت ضد، أبوها يباها تدرس في أمريكا، متى أخذ هذا القرار؟ نقلها من مدرسة بريطانية إلى من دبي كرمل تمام. إلى أمريكي، إلى مدرسة أمريكية. نعم. بس متى؟ من التاسع. أوكي. يعني البنت درست، خلصنا تاسع بريطاني، 10، 11، 12 تحضير. مرحلة ثانوية. كنا محضرين من التاسع، ننصح الأهالي من الإعدادية، خلص الإعدادية هني يفكر بتكمل عربي حكومي، بتكمل هل أنت مثلا من المقيمين، عندنا يحبون الأردنيين، إخواننا الأردنيين الله يحفظهم، المصريين الله يعطيهم العافية، الناس السوريين ما شاء الله عليهم، كل حد يحب يرجع إلى بلده. فأنت حدد أي مدرسة. إذا منهج بريطاني أنت محتاج إلى، يعني يبالها دراسة بصراحة. صحيح. أنت محتاج إلى عدد مواد معينة ومو بأي مواد، لأن التخصص اللي يباه محتاج أنه يحضر لمواد 7-8 في التخصص هذا، وفي المدرسة هذه بتحصل هاي المادة، واحتمال إذا رسبت فيها تقدر تأخذها. موضوع يعني في تركيز، ولي الأمر لازم يكون فاهم ومدرك، ما يلي والله آخر السنة أنا وين أحط ولدي. لازم يخطط. لازم يخطط. لازم. لازم يخطط. هي التخطيط ترى بس في البداية. نعم. بعدين انطلاقة راح تصير. بعدين ترتاح. إحنا بعد نبغى ننوه الشغلة دكتورة ذكرتيها وايد مهمة، أن لا ننتظر امتحان واختيار امتحان من 3 امتحانات عشان نقدر نحن ندرس الإنجليش. يعني نأسس مثل ما قلتي، اتفقنا أنها ثقافة، اتفقنا على تحدي الذات. نعم. ليس لي تبرير أو إثبات شيء للآخر، نفسي أهم ترى من الآخر. صحيح. أني أوعيها، أني أكبرها، أني أغذيها بالفعل. وبالتالي ثقافة الوعي الأهل لأبنائهم قبل الامتحان، أنت ماذا تستحق؟ مهم. وأنت خير. صحيح. مثال يعني باللي ذكرتيه مع بنتك دانا ربي يحفظها. نتمنى كل الأمهات يكونوا بهذه آمين. العقلية وهذا الوعي فعلا. آمين. تعرفين أنت قلتي نقطة وايد مهمة، أن إحنا مشكلتنا على فكرة امتحان الآيلتس وايد حلو. خذته؟ أنا أخذته بس اضطريت تأخذينه؟ أنا لا اضطريت أخذه. اضطريت أخذه. أنا بعد أخذته على الدكتوراه بعد 10 سنين. أنا بين الماسترز والدكتوراه 10 سنين. ما شاء الله. فلما جيت أخذت الدكتوراه لا لازم تأخذ، فأعتقد لا مش 8.5 كان 6.5، أنا اللي جبت 8.5 لأنه من 9. تمام. فسهل حلو
مش صعب. لغة اليومي صحيح. أنا ما بياس أعطيك شيء من المريخ. اللغة اللي أنت بتحتاجها أنك تستخدمها، أنك تستخدمها. فالموضوع بعد من الأسرة، ما في تخويف، ما يكون في تخويف. طيب أعطيكم قصة شي سريعة. تفضل. ولدي الله يحفظه خدنا الأسيتي الرياضية. لا شو اسمه؟ عرفنا دانا داوود. هاي لازم نعرف داوود. وجه له تحية. الحمد لله. عيل دانيا، بقول لكم دانيا بعد صغيرة الله يحفظهم يا رب. الحمد لله. داوود الحين ما شاء الله قرب يتعلم التقنية. كلهم في الدال. والله دانا أهلي سموها داوود، كان اسم يده. الله يحفظهم دكتور. وبعدين داليا قلنا خلاص خلي على نفس الموجة شي يعني. تنظيم لازم. خطط. حتى في الأسماء. مشكلة جماعة المدارس إحنا على فكرة متعبين. الله يحفظهم لك يا رب. الحمد لله. الحين هو ما شاء الله في التقنية وقرب يتخرج. لكن أتذكر لما يسوي الامتحان الأسيتي. ترى لازم نحط في بالنا مو بكل كل عيالنا عندهم استعداد نفسي وأكاديمي يمتحنون امتحان الأسيتي. مو بنفس السلاسة سلاسل الآيلتس، مو بنفس سلاسة الأمسات. الرياضيات الأسيتيز فيها كثير من اسمها aptitude test. aptitude test يعني ياس يمتحن المنطق اللي عندك والتفكير والتأهيل المنطقي اللي هل عندك استعداد تجاوب، لأن لها نمط معين. إذا عرفت النمط بتعرف الجواب حتى لو ما تعرف الرياضيات. على الصيغة وعلى المفهوم اللي عندك. على الخبرة وعلى الصيغة. ولدي خذ الامتحان ياب درجة. تمام. درجة هو يبى أكثر، وكان عندنا مساحة. فقلت له زين ما عليه، بنحط لك في دروس يدرسون. بنحط دروس وسير الجماعة جروب وادرس. سبحان الله ياب نفس الدرجة. صدق صدق يعني أنت بدروس يا ماما المفروض دي درجة غير. ودخل التقنية الحمد لله كان كافي. بس اللي استغربنا أنا وهو أنا ليش نفس الدرجة؟ لأن نفس المنطق. لا نزعل، لا نقول فشلت، لا نقول ما يبت، لا نحاسب. خلاص في قدرات. في مو معناته أن اللي ما عنده قدرات رياضية معناته هو غير كفؤ في أمور ثانية. مش مجاله. أبداً. مش بالعكس تماما. بالعكس تماما. هذا النقص قد يكون هو كثر في مجال آخر. في مجال آخر. وفعلاً دخل IT وسايبر سيكوريتي والحمد لله أموره طيبة. يا رب. فاللي تأكد لي أن أنا كولية أمر المفروض أفهم أن في شيء اسمه ذكاء أكاديمي وفي شيء اسمه ذكاء عاطفي. بالفعل. فيعني خلينا نقول في النهاية المقدرة والفهم والطموح هو اللي وصلك للمكان اللي والعمل انت تبغي والعمل أكيد. والتخطيط لانسى التخطيط أكيد يا خديجة. صحيح ما في شيء عبث. وخذ بالأسباب. نعم تبقى تسوي اجتهد أسيتيز سوي الأسيتيز. نعم. أمسات شو يبقى لازم أحضر حط وأمشي. نعم طبعاً. أما أتم أطالع ورا ولا أخاف لا ما أقدر لا لا لا, لا. أنا كولي أمر لازم أشجع. أعطيك ألف عافية دكتورة مايا الهواري رئيس مجلس إدارة مدرسة دبي كارمل على وجودك معنا. تشرفت بك فعلا. شكرا لك. شكرا يا دكتورة. شكرا دكتورة معكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.